من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس وكان يسوف في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورث، هل يحج عنه وهل عليه شيء؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج بنفسه، ومنهم من قال لا يحج عنه وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته، وهذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ثم التركها الآن تعلق بها حق الورثة؟ كيف نحرمه من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كثير السنن، وبه أقول أن من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبدا لو حج عنه الناس ألف مرة. أما الزكاة فمن العلماء من قال إذا مات وأدت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي أن لا تبرأ ذمته من الزكاة وأنه سيوقى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج. الحج ما يخرج من التركة لأنه لا يتعلق به حق الإنسان، والزكاة تتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي، نسأل الله العافية. كذلك الصوم، إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فهذا في من لم يفرق، وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه؟ نعم.